الصعيد مشيئة تلقائية كده وخلاص. أهلا بيكم مشاهدينا وآخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. خلونا نتكلم عن ما يحدث في الصعيد مع أستاذ أبو العباس محمد ضيفنا اللي مشرفنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك بيك. لو اتكلمنا عن الوضع في الدستور في المحافظات وخصوصا في الصعيد، ماذا يريد الصعيد؟ يعني خليني أقول لك أن العدالة الاجتماعية هي كلمة السر في موضوع الصعيد. دائما عبر الحكومات المتتالية عبر الأزمان الماضية لا تجد الصعيد موجودا بشكل أساسي في أي أجندة حكومية أو في أي مناقشة يمكن أن تأخذ بيد هذه المنطقة التي تمثل تلتين مساحة مصر وتلت عدد السكان. يعني حينما تركب قطارات لا تصلح للاستخدام الآدمي لابد أن تسأل عن العدالة الاجتماعية. حينما يصاب مريض بالكبد أو بالكلى أو بأمراض أخرى مستعصية ولا يجد مستشفى للعلاج لابد أن تسأل عن العدالة الاجتماعية. حينما يكون هناك أسرة واحدة منها مثلا عدد كبير ما من القيادات وباقي الأسر والعائلات محرومة من الوظائف لابد أن تسأل عن العدالة الاجتماعية. غياب العدالة الاجتماعية هو أن أتصور أنه هو النقطة الأهم في الصعيد ولا بد أن تكون في الدستور الجديد وأن يتحول الصعيد مثله مثل سيناء وينص صراحة في الدستور الجديد تنمية الصعيد مشروع قومي واضح مسألة محددة. لأن يعني تأتي الثورات وتذهب الثورات ويبقى الصعيد على حاله للأسف الشديد، ولا حد بيعمل حاجة ولا حد بيروح ولا يشوف، والمسائل كلها زي ما أنت شايف مجموعة من المسكنات. وأنا لو كلمتك عن تفاصيل وأرقام وهمية بتتقال في الجرائد إنها موجودة في الصعيد وهي غير موجودة بالفعل هتذهل تماما. غياب اللامركزية وكيف عطل مشروعات تنمية بالكامل. لو تحدثنا عن المناطق وخدناها محافظة محافظة ممكن أحدثك عن هضبة أسيوط المتوقفة من 2012 التي سوف تحل مشاكل الإسكان، وحدثك عن أسوان التي بها جبال العلاقي المليئة بأطنان الحديد ولا يوجد بها مصانع الحديد، بها 900 ألف نخلة ولا يوجد بها مصانع طيب. للتمور إلى آخره من أشياء كثيرة أستاذ أبو العباس. لكن هو السؤال المهم، هل استمرارنا كدولة مركزية بالقيادة في العاصمة وبقية المحافظات في البلد تتلقى الأوامر أو تتلقى التعليمات، هل ده الوضع اللي يحل مشاكل الصعيد، ولا هل احنا محتاجين لا مركزية بمعنى انه كل محافظة تدور هي محتاجة ايه وتقدم هي عايزة ايه وتاخد قراراتها ونرجع بعد كده للحكومة المركزية، ولا احنا محتاجين ايه؟ لانه احنا الوضع عندنا متفجر في حتت كثيرة في مصر، ويمكن سينا طبعا حدث ولا حرج ولسه عندنا شهداء الله يرحمهم امبارح من جنودنا، لكن الصعيد برضو منطقة متفجرة جدا وفيها فلوس وفيها سلاح وفيها تجارات غير مشروعة منها سلاح ومنها آثار، وعندنا مشاكل كتيرة جدا في الصعيد. نحل المشاكل دي ازاي، خصوصا ان احنا قعدنا الفترة اللي فاتت حوالي السنتين ثلاثة اللي فاتوا تم ادخال الصعيد ممكن بالبلدي نقول في مفرمة عنيفة اسمها محاولة خلط الدين بالسياسة ومحاولة تصوير المفاهيم السياسية على انها مضادة للدين، ويمكن ده أزمة مصر كلها. لكن الوضع محتد بشكل أكبر في الصعيد، وما ننساش الحوادث اللي كانت حاصلة في المنيا وحاصلة في مناطق كتير، وبما أنه السلاح موجود والفلوس موجودة والعنصر القبلي موجود والروح الصعيدية الشديدة أحيانا كتير ما بتديش فرصة للتفاهم. فإحنا مفروض أن إحنا نعمل إيه أو نبتدي منين في حل مشاكل الصعيد؟ هل نبتدي بتوضيح المفاهيم السياسية؟ هل نبتدي باللامركزية؟ هل محتاجين مشروع تنموي شامل مركزي لحين ما نشوف حلول اللامركزية؟ نبتدي منين؟ بص، أنت تتحدث عن الصعيد بهذه الطريقة وكأنك تتحدث عن مجتمع معزول، ناس وراء التاريخ، ناس في مناطق بعيدة عما يحدث، ولم تذكر تتحدث عن السلاح والقتل والإرهاب. أنا مش بتكلم بل... أنا خليني بس خليني اديني فرصتي يعني. تتحدث عن السلاح، القتل، التهريب، ودي مشكلة لدى كثير جدا من الناس الذين لا يعرفون عن الصعيد شيئا، باعتبار أن الإعلام في الفترات السابقة وحتى هذه اللحظة
لا يركز إلا على هذه الجوانب، وده كلام طبعا مكرر وقديم ومستهلك. والصعيد في حد ذاته بناسه وبأهله وبمثقفيه به العديد من القدرات التي تستطيع حل مشاكله إذا ما منح فكرة اللامركزية بشكل حقيقي. طيب قرارات بس قبل ما حضرتك تكمل الجزئية دي، أنا ما كنتش بتكلم على بعمم على الصعيد، أنا بقول إنه في مشاكل، في مشاكل، لكن أنا معاك، محدش يقدر يتجنى على الصعيد دول أهلنا وناسنا وعلى راسنا كلهم فوق. أنا معاك، وده أكيد اللامركزية تحديدا هي الكلمة السحرية أو كلمة السر الحقيقية التي يمكن أن تخرج هذا الصعيد من مشاكله. لغياب اللامركزية خلينا أقول لك بعض الأرقام أنا جايبها لك تعرف إزاي الصعيد كان يمكن تحديدا أخدها لك كم محافظة كده بسرعة شديدة. طب قبل ما ناخد النقاط بس تحديدا اللامركزية بأنهي مفهوم للمشاهد المسيري أن تكون هناك صلاحيات واسعة ومؤكدة، بمعنى أن أنا ما يجيش اسمي مثلا في بطاقة ساقط قيد عشان أصلحه لازم أجي من جنة على بعد 400-500 كيلو عشان أجي أصلحه هنا في القاهرة. ورقة صغيرة يعني، وسواقط القيد مشاكلهم كتير مثلا في الصعيد على سبيل المثال. لما أجي على سبيل المثال أن في مستشفى سوف تعالج يعني إقليم كامل زي إنا وسوهاج من أمراض الكبد وهناك المياه الملوثة كثيرة إلى آخره، وفاجأ بأن قرار انه غياب القرار المركزي ووجود المركزيه يعطل انشاء مستشفى مش لهذا ممكن يخدم ملايين مستشفيات الكلى والكبد اللي اولى بها الصعيد، تلاقيها هنا مش موجوده. معرض السرطان، امراض السرطان المنتشره في الصعيد نتيجه الفقر والتخلف واشياء كثيره جدا موجوده وعدم بتاع، عشان تنشي هذه المستشفى المحافظ لا يمتلك قرار، لابد ان تروح تيجي هنا السيد وزير الصحه، وعلى بال ما يتعطف وزير الصحه ويقول له اعمل او سوي او مجلس الوزراء، كل ذلك ينبغي ان يكون في ايادي المحافظين بوضوح شديد. الناس حينما تذهب الى دواوين المحافظات بيفاجئوا بيقولوا لهم احنا عبد المأمور اللي عندنا احنا بننفذ، احنا مجرد مسؤولين تنفيذيين، نحن نريد كلاما واضحا، وده ينص عليه في الدستور تنمية الصعيد مشروع قومي واضح كده اهو، ومنح كافة محافظات محافظ الصعيد المسؤولية اللامركزية بشكل واضح. فكرة الولاية نفسها بقراراتها يستطيع المحافظ بإبداعه، وهنا بقدر احكم على أداء المحافظ السياسي والاجتماعي. يعني حينما يكون هناك في أسوان 220 ألف فدان يصلح للزراعة على النيل غرب كومومبو، نتيجة المركزية وسيطرتها هذه الأفدنة موجودة تبحث عن من يزرعها أو يوزعها على آلاف الخريجين اللي هم مش لاقيين وراحين بيودوهم توشكا أو إلى آخره، وهذه الأرض بجوارها المياه. حينما يكون هناك رجل أعمال جاء منذ 3 سنوات وأربع سنوات بيعمل مشروع عن الطاقة الشمسية سيوفر الطاقة البديلة لتشغيل مصانع الألمونيوم وشركات السكر وأشياء كثيرة، وصرف مليارات، 6 مليار جنيه صرف هذا الرجل نتيجة غياب اللامركزية ووجود المركزية والمشكلات، هرب هذا الرجل الطاقة الشمسية في منطقة أسوان تستحق أن يكون ذلك. هذا الرجل هرب بعد أنفق كل هذه الملايين. حينما يكون 900 ألف نخلة في أسوان ولا يوجد مصنع تمور واحد نتيجة وجود المركزية، وأن أنا عايز أجيب قراري من وزير الصناعة أو التجارة أو الاستثمار، كل هذه الأمثلة بلاش. أسيوط بها مكان اسمه هضبة متاخد قرار من المجلس العسكري 2012، قضية الهضبة دي بكرة. هل تعلم يا سيدي أن سعر الشقة في أسيوط بلغ 1,000,000 جنيه؟ هذه الهضبة لو تم عملها هتوفر عن طريق الصحراوي، تختصر 24 كيلو، هي تبعد عن أسيوط المدينة 3 كيلو فقط، هتعمل مجتمع تاني خالص. هذه الهضبة نتيجة عدم وجود اللامركزية وعدم وجود صلاحيات للمحافظ وأشياء كثيرة من هذا القبيل، وعدم تأخر هذه المشروعات على أجندة القيادة المركزية في القاهرة، غاب هذا المشروع. قنا بها مساح، بها منطقة صناعية 351 كيلو، قنا دي يتحدثون عنها منطقة صناعية 3 مصانع بس اللي شغالين، باقي المصانع 19 مصنع وأكثر غير موجودين، كله موجود على الورق. يهتمون مثلا بمنسوف لأنها قريبة للقاهرة مصنع أو اتنين. بص أنا أرى، وتحدثت مع ذلك، كنت مع وزير التنمية المحلية منذ أيام وعرضت عليه مبادرة إن إحنا مجموعة من الناس يعني المثقفين من أبناء الصعيد هنعمل حاجة زي وكالة للتراث. هذه الوكالة
تقوم كل محافظة تعمل زي مخيم أو قرية صغيرة اسمها القرى التراثية، تعيد فيها إحياء المشروعات الصغيرة. هذه المشروعات الصغيرة لكل قرية، كل قرية في الصعيد أو كل محافظة بها صناعات وحرف تراثية مبهرة طبعا. مبهرة. هذه الحرف بتندثر الآن. أنا لو جيت عملت هذه المشروعات الصغيرة على كل محافظة وعرضت هذا الموضوع على اللواء عادل لبيب بالفعل وهو رحب بذلك، سنفاجئ بأننا عملنا تشغيل غير عادي. قدمنا مبادرة أخرى بأن التعليم الفني يكون لمدة من 5 لـ7 سنوات ويركز على مجموعة تخصصات محددة. الصعيد ده بيروح الخليج بيبني، وبروح مش عارف ايه بتلاقيه بشغال في شوارع ورصف. تخصصات التي يطلبها السكة الحديد اللي دايما عطلانة وفيها حوادث، لو انا عملت 3 تخصصات زي البناء والتشييد، زي السكك الحديدية، زي مثلا تكييف وتبريد نتيجة طبيعة الحر والى اخره، وحطتهم في مدرسة سنوية لمدة 7 سنوات طلع مؤهل بشكل غير عادي. قضية على المشكلة النفسية، فكرة المؤهل المتوسط اللي عاملة حالة نفسية إلى حد ما لدى البعض، وأهلت الخريج ده في تخصصات يحتاجها المكان نفسه، وتقدمنا بهذه المبادرة قلنا لتكن المدارس الفنية في الصعيد بهذا الإطار. الأهم من ده كله وده بدأنا فيه فعلا، إن احنا عاملين حاليا حصر بكل بيوت المبدعين والشعراء والفنانين في الصعيد، بل بالعكس وفي بحري أيضا، وقلنا نرمم هذه البيوت وتبقى كل بيت فيه قاعة يأتي إليها أدباء العالم وكتاب العالم، ندعيهم، ندعي كل كاتب كده، واحد محمود حسن إسماعيل في أسيوط، حافظ إبراهيم في أسيوط، زي الصالونات الأدبية لكن يقعد يقيم في البيت ويرى هذه المنطقة ويكتب عنها. يعني لما تجي لك أديب عالمي يكتب عن قرية محافظة في الصعيد وكل الصعيد مغني بالآثار وعبر رواية، أنت بتبيع وتسوق سياحتك وأثارك بطريقة الثقافة. وبدأنا بالفعل من العام الماضي في بيت أمل دنجل، إحنا ما أقمنا مهرجانا شعريا داخل بيت أمل دنجل وفي بيت عبد الرحيم منصور، وبدأنا هذه الفكرة. فإذا الأفكار كثيرة والمبادرات كثيرة، المهم أن يكون هناك قرار جاد واضح وسريع لإخراج الصعيد مما فيه ومما أشرت إليه في بداية الموضوع. طيب جميل، ده اللامركزية والتراث والفن والحرف، ده الحاجات اللي احنا محتاجينها فعليا لتطوير الصعيد. نعم. لكن احنا لسه لغاية دلوقتي بنواجه مشاكل أمنية، وزي ما قلت في بعض المشاكل اللي موجودة في الصعيد وما نقدرش ننكرها، انه في بعض التجارات غير مشروعة، منها سلاح منها أثار، وده بيخلي السلاح منتشر جدا في الصعيد بحكم العادات والتقاليد، وده بيسبب مشكلة أمنية كبيرة. نعم. ولسه كان عندنا حكاية المنيا. نعم. فقبل ما نقدر نعمل الحاجات دي، حضرتك شايف الحل إزاي نقدر نتعامل مع الوضع الأمني عشان ننزع فتيل هذه المشاكل اللي بتهدد الوطن ككل، لأنه في الأول ولا في الآخر اللي بيموت في الصعيد زي اللي بيموت في القاهرة زي اللي بيموت في سيناء كلهم مصريين، فإزاي نقدر نحل المشاكل دي خصوصا مع طبيعة الصعيد المتفردة؟ نعم، بص يعني معروف تماما والكل متفق على أن الحلول الأمنية لوحدها لا تصلح. أكيد. وبالتالي حينما أتحدث عن فكرة تنمية وإجراءات عملية، أنا لما أجي دلوقتي كحكومة أطلق مشروعا في المنيا على سبيل المثال، المنيا طبيعتها الجغرافية أنت ربما لا تعلم أنها منفتحة جبليا حتى حدود ليبيا، وكثير من الناس لا يعلم أن الواحات البحرية كانت في أحد السنوات تابعة لمحافظة المنيا وناحية واحد سوا وإلى آخره، وبالتالي ترى دائما حتى الجماعات المتطرفة دائما تفكر في الهروب من المنيا، دائما تلاقيها كده خرجت من المنيا، وأي حد تلاقيه طالع من المنيا وفجأة مسكوع عند السلوم إلى آخره. هذه الطبيعة الجغرافية الموجودة وهذه المشاكل الأمنية إذا واجهتها بالأمن وحده فالفشل حاسم ما فيهاش هزار، لكن إذا وضعت الحل الأمني ووراه داخل زي بالضبط أنا بعمل عمود الكهرباء وبعمل المية والمجاري وداخل بالرصف، يبقى في هذه الحالة الشارع ده هيكون حلو ومتظبط وحاجة زي الفل. بس الوضع الأمني يا فندم مرتبط يعني بشكل لا يتجزأ عن الوضع السياسي والخلط اللي عمله النظام السابق. نعم. في أنه الخلط اللي عمله ما بين الدين والسياسة ووصل البعض لأنه بيرفع السلاح اعتقادا منه أنه هو بيحمي الدين. فإزاي نقدر نتعامل مع الوضع الأمني مع الوضع ده في الاعتبار؟ هل نعمل جلسات توعية؟ هل نبعت دعاة معتدلين؟ المفترض نعمل إيه؟ الأزهر
لابد أن يعود إلى دوره بشكل حقيقي، والكنيسة لابد أن تعود إلى دورها الحقيقي بشكل حقيقي. ده عنوان جميل. إزاي نقدر نفعل؟ بمعنى أن إن مش يعني أبعد تماما عن فكرة الشكل. يحيى الهلال مع الصليب هذه موضة يجب أن تنتهي وتخلص. الحل الحقيقي، لأن اللي موجود على الأرض الكلام عن الفتنة الطائفية أو عن حالة الحرب الموجودة أو عن إشعال هذه الفتنة ربما يكون مغالى فيه عن الواقع. الأمر كله عبارة عن مجموعات متطرفة من هذا الاتجاه تحاول بقدر الإمكان أن تسير غبار هذه المنطقة للفت الانتباه الخارجي لا أكثر ولا أقل. لكن أنت حينما تمر في كل الصعيد كله إلى آخره تجد أن أصل الحكاية ليس طائفين على الإطلاق. يعني ربما يكون عن نزاع كذا، بس ربما لأن الطرف في الخناقة دي اللي مثلا ممكن يخناق على الأرض، بس لأن الطرف هنا بيبقى مسيحي والآخر مسلم، الأطراف الأخرى بتتدخل لتحويل مجرى الخلاف من خلاف عادي بين اثنين مصريين إلى خلاف طائفي بشكل عادي. أنا أرى أن تكون هناك قوافل حقيقية واعية من أبناء المكان من المثقفين من الأزهر والكنيسة، ويبدأوا في حالة تحرك فعلي زي ما الجماعات دي بتنزل وبتتغلغل وبتنتشر وتملأ أدمغة هؤلاء الشباب بالأفكار المتطرفة، يتحرك هؤلاء الأزهريون. الأمر بالفعل حينما ضعف الأزهر في الفترة الأخيرة ورجالته اختفوا من على الساحة والموجودين في هذه غير الهجوم الشنيع اللي كان عليه. بص الأزهر محتاج يعني حالة حقيقية من الإصلاح، مش كلام يبقى واضح. عدوعاته مثقفيه مشايخه لابد أن يكونوا، أنت بتشوف ناس على المنابر يعني مشكلة، بترى ذلك مشكلة. المنبر يا سيدي على المسجد في يوم الجمعة يلعب دورا مهما في إصلاح الذات وإصلاح هذه الأمور، يلعب دورا مهما في مصر كلها وفي الصعيد تحديدا. إذا أجاد الخطيب ونجح في أن يلملم الناس، لأن احنا في القرى الخطيب ده بالنسبة لنا بعد ما يمشي كلنا بنمشي وراه بعد الصلاة. هذا الخطيب إذا أجاد الأزهر والأوقاف اختياره على المنبر يستطيع أن يلعب دورا مع الآخرين زي شيخ البلد، العمدة، المثقفين خريج الجامعات. هؤلاء يتم بالفعل تشكيل ما يمكن، زي فكرة جبهات الدفاع الشعبي، زي ما أنا بدافع شعبيا وبمسك بندقية وخايف من كذا، أعمل جبهات دفاع شعبي عن الثقافة المصرية الأصيلة، عن الوطنية المصرية، عن الروح المصرية الأصيلة اللي موجودة في الصعيد ده كله. لأن فعلا هذه الأحداث اللي أنت بتشير إليها في المنيا أو غيره دي كان كلها نتيجة أن الجامعات الإسلامية موجودة في المنيا بشكل مكثف، موجودة في أسيوط بشكل مكثف، والمنيا نتيجة أن بها عدد كبير جدا من الكنائس. وربما تلاحظ بعد يعني سيطرة الأمن على الموضوع الحياة بدأت تتسري. الأمر المهم أن احنا ندخل بأفكار بحوارات. أنا بسأل، أنا بسأل على ده لأنه نعم. لازم يتم نزع فتيل ده زي القنبلة كده بالراحة، لأنه حضرتك عارف أنه الناس في الصعيد برضو اللي هو إيه حالة كتير بيمشوا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما بيفكرش وبيرفع السلاح وخلاص. حالة الحوار أن أنا أوفر له شغل ألاقي يبقى يلاقي شغل ورق، لأنه صدقني أن 3/4 الناس في الصعيد لو لقت شغل لا احد يفكر في الجريمه على الاطلاق ولا يعني ده ما نقول لك الفاضي يعمل قاضي. هؤلاء يعني حاله البطاله. الصعيد اسيوط اول محافظه في الفقر، قنا الثالثه سواج، يعني بسم الله ما شاء الله محافظات الصعيد تحتل اماكن متقدمه في الفقر، في الفقر والبطاله. وفي الاخر تيجي تسالني تقول لي هو انت زعلان ليه؟ طيب. يا عم انا لا اكل ولا اشرب ولا اشتغل، وفي الاخر عايزنا ابقى مبسوط وابقى ابص للدنيا بشرغباني منطقي. يعني استاذ ابو العباس حضرتك في ختام كلامنا عندنا اقل من دقيقه، يا ريت تقول لي نقاط سريعه توصل للحكومه وتوصل لحكام البلد الان، انه ما هو المطلوب بالنسبه للصعيد. نمر واحد ان ينص الدستور الجديد على ان تنميه الصعيد مشروع قومي، ومنح محافظيه سلطات اللامركزيه بشكل واضح دون العوده القاهره او يعني الموضوع. نمر اثنين أن يهتم المسؤولين بالمبادرات التي يقدمها أبناء الصعيد من مشروعات حقيقية صغيرة تقوم على تشغيل هؤلاء الشباب زي القرى التراثية وزي القرى اللي احنا أشرنا إليها. ونمرة ثلاثة أن يعطى الصعيد أولوية في استكمال مناطق الصناعية مرة أخرى
وفي أماكنه في قرى الظهير الصحراوي لحل مشاكل الإسكان بالمدن الكبرى نمرة 4، أن تتوافق وأن تتواكب وتتوازى الحلول الأمنية بجوار الحلول السياسية وقوافل التوعية، أن تلعب الجامعات الإقليمية دورها بشكل واضح ومحدد. يعني هذه الجامعات للأسف الشديد هي مجرد مباني خرسانية لم تفعل شيئا، لم تقم بتطوير أي شيء، لم يفعل الباحثون فيها ولا الأساتذة فيها بدورهم المجتمعي بأنهم ينزلوا على الأرض. أن تقوم الجامعيات اللي هي زي جامعية مصر الخير وغيرها ورسالة وآخره اللي بيبذلوا جهد بأن يبحثوا عن أفكار للمشروعات الإنتاجية لا يعطوا الأسر الفقراء ليزيد حالهم من التسول. نحن نريد مشروعات حقيقية في الصعيد، هي الوحيدة حائط الصد المنيع للتصدي للإرهاب ولأشياء كثيرة. أستاذ أبو العباس محمد نائب رئيس تحرير الأهرام، بشكرك جدا يا فندم، نورتنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا دي كانت نهاية فقراتنا النهاردة، وأعتقد أهم حاجة طلعنا بيها النهاردة من اليوم كله إنه اللامركزية هي الحل. لازم كل محافظة تقرر هي عايزة إيه ومحتاجة إيه، وبعد كده نبقى نرجع للحكومة المركزية. لكن إن إحنا نبقى دايما الحكومة المركزية أو الحكومة في مصر على دماغها كل حاجة ومطلوب منها تحل كل حاجة، ده مش حل يقدم أي شيء للبلد. محتاجين تعليم، محتاجين قوانين تمشي على الناس كلها، ومحتاجين حوار، محتاجين حاجات كتير، لكن أهم حاجة اللامركزية. نشوفكم على ألف خير بكرة مع فريق عمل جديد. سلام.